توقفنا في المحاضرة الفائتة على المؤثر النفي، وقلنا مؤثر النفي هو مؤثر أحادي، هو مؤثر عكسي، يعني عكس الشيء المدخل يخرج عكسه، يعني إذا كان دخلت ترو فتطلع فولس، إذا كان دخلت فولس تطلع ترو، فهذا مؤثر عكسي. وخذينا الجدول الخاص بجدول الصدق، يعني هذا جدول الصواب، اسمه جدول الصواب للعبارة بي، هذا في مؤثر النفي. ننتقل إن شاء الله إلى محاضرتنا الجديدة، واللي هي مؤثر AND، الدمج. AND دمج، Conjunction Operation، Operator. كمثال آخر للمؤثر المنطقي ندرس المؤثر AND، ويسمى مؤثر دمج. دمج معناها دمجنا حاجتين مع بعض، دمجنا هذه مع هذه، دمجناهم. أو مؤثر الوصل، وصلنا حاجتين مع بعض، يعني حاجة كانت منفصلة عن حاجة ووصلناها مع بعض. أو مؤثر الربط، الربط يعني ربطنا حاجتين مع بعض، دمجنا حاجتين مع بعض، وصلنا حاجتين مع بعض، هذا مؤثر اسمه مؤثر AND، مؤثر الدمج، مؤثر الدمج. وهو مؤثر ثنائي، باينري اوبريتور، باينري اوبريتور، ومؤثر ثنائي لأن هذا المؤثر يحتوي على مدخلين، اللي هو كيف ما هو موضح في جدول الصدق، مؤثر البي مؤثر الكيو، مؤثر البي مؤثر الكيو، ونرمز له بالرمز اللي هو نفس الثمانية المقلوبة بالعربي، هذا هو مؤثر الآن، مؤثر الدمج، مؤثر الوصل، مؤثر الدمج والوصل والربط، مؤثر الدمج والوصل والربط. ويؤثر على فرضيتين، ركزوا في هذه، يؤثر على فرضيتين البي والكيو، البي والكيو، يعني بعد نحط الجدول نحط البي ونحط الكيو، هذا في مؤثر الدمج. لكن نرجع شويه الى مؤثر النوت اللي هو مؤثر النفي، كان احادي، كان احادي لان في جدول الصدق كانت تدخل البي تطلع كيو، تدخل الكيو تطلع البي، هذا في مؤثر النوت الاول. اما مؤثر الدمج فعندنا مؤثرين، عندنا مؤثر البي مؤثر الكيو، مؤثر البي مؤثر الكيو، كما يبين الجدول. هذا جدول الصواب، يعني مهم جدول الصواب في المؤثرات، مهم جدا جدا. يعني كيف انا يجيك سؤال مثلا يقول لك اكتب جدول الصواب لمؤثر الان، اكتب جدول الصواب لمؤثر الاور، اكتب جدول الصواب لمؤثر النوت، كل هذه مهمه، الجداول المنطقيه كلها مهمه. نجي نكمل ان مؤثر الصواب اللي هو مؤثر الاند اللي رمزت له بالشارحه اللي هي ثمانيه بالعربي مقلوبه، هذا هو مؤثر الدمج، مؤثر الدمج او مؤثر الوصل او مؤثر الربط. نجو عندنا هو ثنائي، ثنائي لان عندنا الرمز عندنا بي وعندنا كيو، عندنا بي وعندنا كيو، ثنائيات. نجي نعبي جدول الصدق، نحط ترو ترو فولس فولس، ترو فولس ترو فولس، ترو فولس ترو فولس. هذين اول مؤثرين عندنا البي وعندنا الكيو. بعدين نجي نحط المؤثر بتاعي اللي هو بي اند كيو، بي اند كيو. خذينا المؤثر هذين، خذيناه مع بعضنا وحطيناه في مؤثر اخر اللي هو سميناه بي اند كيو، وحطينا الثمانيه المقلوبه اللي هو علامه الان، ونجي تو نقوم بعمليه الضرب، عمليه الضرب اللي هي عمليه الاند، عمليه الان. نجي نضرب ضرب عادي اللي هو نقول البي اند كيو شو تساوي؟ في اول نقطه اللي هي ترو اند ترو تساوي ترو، ترو اند ترو تساوي ترو، به ترو اند فولس تساوي فولس، به فولس اند ترو تساوي فولس، به فولس اند فولس تساوي فولس. هذا هو جدول صواب في بوابة AND، بوابة AND، وهي بوابة ثنائية. ليش قلنا عليها ثنائية؟ لأنها عندنا متغيرين، متغير البي متغير الكيو، اثنين في الآن عندنا اثنين، متغير البي متغير الكيو. نجي نحطهم في جدول الصدق نقول البي AND كيو شو تساوي؟ نحط المتغيرات متاعها، طبعا هذه المتغيرات ثابتة تي تي اف اف، تي فولس تي فولس، ونجي نقوم بعملية الضرب العادية اللي هو ترو اند ترو تساوي ترو، ترو اند فولس تساوي فولس، فولس اند ترو تساوي فولس، فولس اند فولس تساوي فولس. هذا جدول الصواب للبوابه الثانيه اللي هو بوابه الان. شو نلاحظ في الجدول هذا؟
نلاحظ في جدول الصدق أن الـ B and Q لا تكون صائبة إلا إذا كانت كلا من العبارتين الـ B and Q صائبة. هذه نقطة مهمة عندنا، أن في حالة الـ B and Q أنت تكون العبارة صائبة، تكون العبارة صائبة إذا كان أول شرط وثاني شرط صائب. إذا كانت الأولى true والثانية true فالجواب يكون true، أما إذا كانت الثانية true والأخرى false هتأخذ كلها false false false. أنت تكون صائبة بوابة الآن إذا كانت الـ B true والfalse true فإنها تساوي true، وباقي المتغيرات الأخرى كلها تساوي false. نحفظها، هذه العبارات مهمة، وهذا جدول أيضا مهم لجدول صدق البوابة AND، بوابة OR، بوابة AND، بوابة OR، بوابة NOT. نزول المؤثر الثالث وهو المؤثر الأور، مؤثر الأور وهو مؤثر الفصل، مؤثر الفصل. المؤثر الثالث الذي ندرسه إن شاء الله في هذا الباب هو مؤثر الأور، وبمعنى أن بمعنى أو بمعنى أو، ويسمى مؤثر الفصل أو مؤثر ربط الفصل، ونمرز له بالرمز هذا رمز اللي هو زي 7 بالعربي، 7 بالأرقام العربية، 7 بالأرقام العربية، وهذا يؤثر على العبارتين المنطقيتين B and Q. فأيضا مؤثر الأور هو مؤثر ثنائي، مؤثر الأور هو مؤثر ثنائي، ومؤثر الأنت هو مؤثر ثنائي، ومؤثر الأور يسمى أيضا مؤثر الفصل ومؤثر ربط الفصل، مؤثر الفصل ومؤثر ربط الفصل. نجو نأخذ جدول الصدق لمؤثر أور، نجو نأخذ جدول الصدق لمؤثر الأور. طبعا قلنا هو مؤثر ثنائي، فيأخذ البي ويأخذ الكيو، يأخذ البي ويأخذ الكيو كمتغيرين، كمتغيرين. بعدين حط البي أور كيو، أور كيو، السبعة المقلوبة فوق، السبعة المرفوعة فوق، فهذا تؤثر على تسمى أور، والثمانية المقلوبة تحت تسمى أند، تسمى أند في المؤثرات كاختصار للعلامات. نأخذ المتغيرين هذين البي أند كيو، نحط ترو ترو فولس فولس true false true false، نشوف الناتج true or false شو تساوي؟ تساوي true، true or false تساوي true، true or false or true تساوي true، false or false تساوي false. هذا جدول الصدق للبوابة المنطقية or. شو نلاحظ في الجدول هذا؟ نلاحظ أن ناتج فصل العبارتين دائما true إلا إذا كانت كلا العبارتين false، فهذا استنتاج يجب أن يحفظ. يعني جميع الناتج متاع البوابة هذه كلها true ما عدا الأخيرة اللي هي false and false تساوي false. يعني إذا كانت العبارة الأولى خطأ false قيمتها false، والعبارة الثانية false قيمتها false، فإن الناتج العبارة البوابة or يكون false، عدا ذلك يكون كلها true true true. هذه نقطة مهمة ويجب ملاحظتها، نقطة مهمة ويجب ملاحظتها. تمام، عندنا ثلاث بوابات خلينا نتوه، اللي هي بوابة الاند وبوابة الاور وبوابة النوت، وكل واحدة خذينا عليها جدول صدق، وكل واحدة خذينا التعريف متاعها. نجو ناخذ مثال، يقول لك اكتب الجمل التالية، اكتب الجمل التالية باستخدام متغيرات منطقية. سؤال مهم هذا، يقول أكتب الجمل التالية باستخدام متغيرات منطقية. نأخذ أول جملة، اليوم جمعة والسماء صافية. هذه جملة باللغة العربية وفرضية، نبينا نقلبها بمتغيرات منطقية، بمتغيرات منطقية. السؤال الثاني هو عادل مجتهد وذكي، عادل مجتهد وذكي. رقم ثلاثة، سوف يأتي أحمد عاجلا أو آجلا، عاجلا او اجلا. نجو نجاوب الاسئله هذه كل واحده على حده. نجو ناخذ اليوم جمعه والسماء صافيه، اليوم جمعه والسماء صافيه. نجو نفصله، تو اليوم جمعه والسماء صافيه، شنو الحرف اللي فاصل بين الاثنين؟ اللي هو حرف الواو، حرف الواو.
إذن حرف الواو هذا هو بوابة and، اللي هو وصل لي بين الجملتين. اليوم جمعة، وا حرف الواو هذا ركز عليه، لأنه هو يفصل لي في البوابة. اليوم جمعة والسماء صافية، حرف الواو هو and، خلاص نعرف إن هذه بوابة and. فناخذ اليوم جمعة نرمز له بالرمز بي اللي هو في الحل، اليوم جمعة تساوي بي والسماء صافية تساوي كيو. إذن اليوم جمعة والسماء صافية بي and كيو، هذا الجواب بالحل بأبسط الأمثلة. كأننا كتبت عبارة منطقية اللي هو بي and كيو بهذا الجواب اللي هو اليوم جمعة والسماء صافية. نقول نعاود الشرح على السريع. اليوم جمعة والسماء صافية، نجو نركز في المثال، نقرأ المثال. اليوم جمعة والسماء صافية، إذا في حرف واو، إذا في حرف واو معناها البوابة هذه حتكون بوابة آند، لأن الآند هي عملية ربط. الآند هي ربط، وربطت ما بين اليوم وجمعة والسماء صافية، ربطت مع بعضهم، ربطت لي جملة. فإذا هذه بوابة آند. نجي نكتب في الجواب، اليوم جمعة ندير يساوي بي والسماء صافية تساوي كيو. إذا اليوم جمعة والسماء صافية بي آند كيو، هذا الحل الأول. نجي للتقل الثاني، عادل مجتهد وذكي. عادل مجتهد وذكي، ركزوا فيها، عادل مجتهد وذكي. في حرف الواو، إذا في حرف الواو هتكون بوابة and. نقول عادل مجتهد هي بي، عادل ذكي اللي هي كيو، نقول عادل مجتهد وذكي اللي هو بي and كيو، بي and كيو، بي and كيو. نقول مثال آخر اللي هو اليوم جمعة و سوف يأتي أحمد عاجلا أو آجلا. السؤال الثالث، سوف يأتي أحمد عاجلا أم أو آجلا أو آجلا. هنا نركز في السؤال رقم ثلاثة، سوف يأتي أحمد عاجلا أو آجلا، ركزوا في كلمة أو هذه اللي هي بوابة أور، أو هذه بوابة أور. إذا نأتي سوف يأتي أحمد عاجلا اللي هي بي، سوف يأتي أحمد آجلا اللي هو كيو، سوف يأتي أحمد عاجلا أو آجلا اللي هو بي أور كيو، بي أور كيو. ركز في حرف الأو هذاي اللي هو كلمة أو هذاي، هي اختصار للبوابة أور، أور لأن هي شنو اللي هي إن هي شنو الفصل، ربط الفصل، ربط الفصل، عاجلا أو آجلا، يعني هو جاي. سوف يأتي أحمد عاجلا أو آجلا، هو يعني جاي في كلتا الحالتين، هو جاي. إذا هذه البوابة بوابة أور، بعكس بوابة أند. بوابة أند فيها حرف الواو بروحها، لكن هذه فيها أو، يعني حاجتين مخيرتين، مخيرة بين حاجتين. نجو ناخذ ملاحظة على ثلاث أسئلة علينا، اللي هو استخدام المؤثر الأور، بمعنى أن أحد العبارتين البي أند كيو يكفي أن تكون صائبة ترو لكي يكون الناتج صائب ترو، وإذا كان كلاهما صائب ترو فإن الناتج يكون أيضا ترو، فإن الناتج أيضا يكون ترو. عندنا البوابة الأور، عندنا نوعين من بوابة الأور، بوابة الأور اللي هو أو الشاملة أو القاصرة، أو الشاملة أو القاصرة. الأول هو أور، أما الثاني فيرمز له بالرمز اللي هو دائرة عليها علامة زائد، أو إكس أور، إكس أور في لغة البرمجة إكس أور. وفي النوع الشامل اللي هي الشاملة، أي أن الأور إذا كانت بي أور كيو كلاهما ترو فإن البي اور كيو تكون ترو، ويرمز لها بالرمز اللي هي السبعه بالارقام العربيه، الرمز رقم سبعه بالارقام العربيه. نجي ناخذ الاكس اور، بوابه الاكس اور هذه البوابه الرابعه اللي خليناها توا، البوابه الرابعه. اما في النوع القاصر اللي هي اكسكلوسيف ديسيجن او ديسينجوين، اللي هو اذا كانت البي أو كيو لكن ليس كلاهما ترو، ف
فإن الـ B XOR Q تكون True وإلا فإنها False، وذلك حسب الجدول التالي. متغير ثنائي اللي هو B and Q، ناخذ True True False False True False True False، الناتج بتاع ناخذ الناتج الأول اللي هو True XOR True تساوي False. يعني إذا كانت الأولى صحيحة والثانية صحيحة فإن الناتج يكون خاطئة، هيكون False. إذا كان True الأولى True والثانية False فإن الناتج يكون True. إذا كانت False True هتكون True، إذا كانت False False هتكون False، هتكون False. شنو نستنتج أو شنو الملاحظة اللي لاحظناها في بوابة XOR اللي هي البوابة الرابعة؟ شنو لاحظنا؟ لاحظنا في بوابة XOR أن إذا كانت العبارة الأولى صحيحة صحيحة فإن الناتج يكون خاطئ، وإذا كانت العبارة خاطئة خاطئة فإن الناتج تكون خاطئة. أما إذا كانت عبارة إحدى صحيحة وإحدى خاطئة فتكون الناتج صحيح. إذا كانت إحدى النواتج خاطئة والآخر صحيح فيكون الناتج صحيح. هذه بوابة XOR. يحفظ الجدول في جميع البوابات، بوابة النوت، بوابة الاند، بوابة الاور، بوابة الاكس اور، بوابة الاكس اور، بوابة اكس اور. بوابة اكس اور مهمة، هي بوابة ثنائية لأنها تحتوي على البي والكيو، والجدول يحفظ والناتج كذلك يحفظ. الخلاصة من بوابة اكس اور أن جميع إذا كانت الإجابتين صحيحة فإن الناتج يكون خاطئ، إذا كانت الإجابتين خاطئة فإن الناتج أيضا يكون خاطئ. أما إذا كانت إحدى النواتج صحيحة اللي هي true وفولس هتكون true، وفولس true هتكون true. أتوقف هنا إن شاء الله في المحاضرة الثانية، ونكمل في المحاضرة إن شاء الله.